بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ هيثم الشهابي رئيس المجلس المحلي في مدينة الباب، اليوم تشرفنا بزيارة المعرض الاستثماري الأول الذي أقيم في الشمال السوري برفقة نقابة المهندسين في مدينة الباب والمستثمرين في مدينة الباب وأعضاء المجلس. وبزيارتنا للمعرض كان في استقبالنا رئيس غرف الصناعة والتجارة والسادة رؤساء الغرف في المحرر، ومن خلال جولتنا التي قمنا بها شاهدنا التطور الذي حل بالمحرر والفرص الاستثمارية المفتوحة وجميع التسهيلات. نحن في المجالس المحلية إن شاء الله لن ندخر أي جهد في دعم الصناعيين والتجار وتأمين البيئة الملائمة لصناعاتهم وتجاراتهم وتسهيل جميع أعمالهم سواء بالتراخيص وتأمين البنى التحتية. نتمنى التوفيق وإقامة معارض أخرى إن شاء الله في الأيام المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوثر جعفر أشقوش من سكان مدينة الباب، أنا هون حاليا ممثلة عن مجلس الباب. طبعا نحن اليوم بزيارة للمعرض والمؤتمر الأول استثمار في الشمال السوري، ألقينا نظرة نحن كوجودنا بالمجلس المحلي على كافة المنتوجات والمعروضات، ونحن أكيد بنشجع إن شاء الله للأيام المستقبل أنه تنعش الشمال السوري بالتجارة وبالاقتصاد. وأكيد أنا بحس على وجود أنه مشاركة النساء يكون لها دور كتير كبير بكافة القطاعات وأولى قطاع الاقتصادي. Thank you.